نقرأ الرئيس يشارك في القمة العربية بالأردن. قال مصدر دبلوماسي رفيع المستوى يشارك في الاجتماعات التحضيرية لقمة عمان والتي تعقد في منطقة البحر الميت على بعد 55 كيلومتر جنوب غرب عمان، إن مصر ستكون ممثلة بوفد رفيع المستوى برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما ستشهد حضور جميع قادة دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء الإمارات وسلطنة عمان اللتين سيمثلهما نائبان عن الرئيس والسلطان، بخلاف حضور ممثل عن الرئيس الجزائري لأسباب صحية، فيما يمثل العراق رئيس وزرائه حيدر العبادي مع استمرار غياب التمثيل السوري، حيث يتم شغل مقعدها بعد التوصل لحل للعملية السياسية في البلاد. بحسب موقف مجلس جامعة الدول العربية، على الرغم من مطالبة العراق بوجود ممثل عن سوريا بالقمة، أضاف المصدر أن القمة العربية التي تستضيفها المملكة الأردنية الهاشمية يوم الأربعاء المقبل ستشهد حضور 17 زعيم عربي، وهو تمثيل يفوق ما شهدته القمم العربية التي انعقدت خلال الأعوام الأخيرة، حيث يشارك من 15 ل 16 ملك ورئيس دولة وحكومة من الدول العربية. من المتوقع أن تتناول القمة في جدولها ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب الذي عقد مؤخرا بالقاهرة.